السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أعزائي المشاهدين أجمل ترحيب وجميع فريق العمل في قناة الأبناء المدرسية، ونسعد دوما بتقديم كل ما هو جديد ومفيد كما عودناكم في الأعوام السابقة من خلال نشاطنا الإعلامي بمدارس الأبناء بالدفاع الجوي بجدة. فقرتنا لهذا العام سوف تكون بمشيئة الله تعالى عن أهم الأحداث التاريخية لوطننا المملكة العربية السعودية، ونتمنى لكم طيب المشاهدة وقضاء وقت ممتع بصحبتنا في فقرة فيلمنا الوثائقي مسيرة ملوك. في اليوم الخامس من شهر شوال من عام 1319 للهجرة، تمكن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود من استرداد الرياض، ويعد هذا الحدث التاريخي نقطة تحول كبيرة في تاريخ المنطقة نظرا لما أدى إليه من قيام دولة سعودية حديثة تمكنت من توحيد معظم أجزاء شبه الجزيرة العربية وتحقيق إنجازات حضارية واسعة في شتى المجالات، وتأسيس دولة راسخة تقوم على تطبيق أحكام القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وإني في موقف هذا في بلاد الله الحرام أدعو المسلمين عامة لتفهم حقيقة الدعوة المحمدية وتمسك بها، وقد جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد توالى على حكم المملكة العربية السعودية خمسة حكام من أبناء الملك المؤسس رحمه الله وطيب ثراه، وهم الملك سعود بن عبد العزيز، الملك فيصل بن عبد العزيز، الملك خالد بن عبد العزيز، الملك فهد بن عبد العزيز رحمهم الله. وقد عاشت المملكة في ظل مسيرة وتعاقب هؤلاء الملوك على الحكم نهضة شاملة في شتى المجالات منذ مرحلة التأسيس حتى عهد الملك الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، الذي عاشت المملكة في عهده أوج تقدمها وازدهارها في جميع المجالات. وعن التعليم في المملكة، نجد أن التعليم شغل الهم المعرفي والتعليمي ذهن الملك عبد الله يرحمه الله منذ أن كان وليا للعهد ورئيسا للحرس الوطني، فأعماله واضحة للعيان وتعكس مدى الاهتمام بالتعليم في الحرس الوطني، مما أثمر حصوله على جائزة اليونسكو عام 1999 للميلاد بتميزه بتعليم الكبار. وكان يرى يرحمه الله أن القوة عبر التاريخ ارتبطت بالعلم. لقد ارتبطت القوة عبر التاريخ بعد الله بالعلم. وقد مضى يبذل لنا من ذات يده ويشق لنا مسارب الإنجازات ودروب التقدم والنماء. في عهده جعل المملكة أرض الخير والنماء، تحلق على جناحين من العلم والتقوى، تسابق دول العالم وترعى المسلمين في أرجاء الدنيا الواسعة، فتحس بما يحسون به من ألم، فتغدق العطاء دون من أو رياء. ببالغ الأسى والحزن ينعى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود وكافة أفراد الأسرة والأمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد فقدت الأمة العربية كنزا من كنوزها الثمينة بفقدان الملك عبد الله، نسأل له الرحمة والمغفرة. ما رح ننساك يا أبو متعب لأنك كنت الملك والأب لشعبك، الله يرحمك. رحمك الله يا ملكنا عبد الله بن عبد العزيز،
يلي بنيت رجال ورجال، ولما فارقت أنا تركت أثر في قلوب شعبك. من قال لك حنا بخير وسلامة، مبشرك والدمع من عيننا طاح، أزدل عليه الكون بعد ظلامة، شعبك بعد موتك قضى ليله جراح، من قومتك هالصبح حتى منامك يبكي على فقدك وما هو بمرتاح. مع السلامة، بس وين السلامة؟ عندما نتحدث عن الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله يعجز التعبير، وتقف الكلمات حائرة أمام شخصية ذلك القائد الفذ. ففي عصره رحمه الله تبوأت المملكة العربية السعودية مكانة عليا وعظمى بين دول العالم، وفجع الشعب بأكمله، ولكن جبر الله مصابنا في ذلك بأن غابت شمس وبزغت شمس أخرى، شمس الملك سلمان رعاه الله وسدد خطاه. وتمضي مسيرة الملوك الذين سطروا عبر العقود الماضية أروع الأمثلة في بناء وتقدم هذا الوطن المعطاء، حتى أصبحنا ننظر باعتزاز للجهود الجبارة والهمم العالية لأولئك الرجال العظماء الذين أرسوا كيان هذه البلاد عبر العهود الزاهية المتوالية، إلى أن تم انتقال الحكم إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بعد وفاة شقيقه الملك عبد الله بن عبد العزيز يرحمه الله، ليصبح الملك السابع من بين أولاد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. الملك سلمان بن عبد العزيز اتصف بالحنكة والسياسة، ولديه رؤية شامخة وخبرات واسعة، فقد كان القائد الحاضر في مراحل الحكم بالدولة السعودية، مما تقلده من مناصب منذ عهد أبيه الملك عبد العزيز حتى توليه الحكم. وعن نشأة الملك سلمان بن عبد العزيز وأهم المناصب والإنجازات التي حققها، نجد أن الملك سلمان بن عبد العزيز ولد في مدينة الرياض عام 1354 للهجرة، وهو الابن 25 من أولاد الملك المؤسس. نشأ تحت تربية والده في القصر الملكي بالرياض، وتلقى علمه في سن مبكرة، وذلك في العلوم الشرعية، حيث ختم القرآن الكريم وهو في سن العاشرة. حصل على العديد من شهادات الدكتوراه الفخرية في مجال الأدب والحقوق والعلوم الإنسانية. تولى إمارة الرياض عام 1373 للهجرة، واستمر أميرا لأكثر من 5 عقود. عين وزيرا للدفاع بعد وفاة الأمير سلطان بن عبد العزيز في عام 1432 للهجرة. تولى العديد من المناصب المهمة والمسؤوليات الرفيعة في مجالات عدة، مثل مجال التطوير ومجال المشاريع الخيرية لمساعدة المرضى والمحتاجين والمنكوبين. تمت مبايعته الملكة للبلاد بعد وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله في يوم الجمعة في 3 ربيع الثاني من عام 1436 للهجرة، في 23 من شهر يناير عام 2015 للميلاد. نبايع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على السمع والطاعة، وإلى الأمام ونحن معك. تشرف المملكة العربية السعودية بقدوم الشعب السعودي بتولي الملك سلمان بن عبد العزيز، وندعو له من جميع قلوبنا. سلمان راعي الكل والمجد سلمان، سلمان عز لكل من يستعينه، سلمان يفزع كل ما قيل سلمان، سلمان راعي الطيب ربي يعينه. مبايعة الشعب السعودي للملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين رسمت لوحة بانورامية تدل على تكاتف هذا الشعب وحب الشعب للقيادة، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، كلنا فداء للوطن. فأبناء المملكة العربية السعودية يقدمون أرواحهم على طبق من ذهب لسيدي خادم الحرمين الشريفين. وتمضي مسيرة ملوك هذه البلاد، وهي مسيرة خير تتواصل برجال صدقوا العزم وأخلصوا النية لله وحملوا الأمانة وقادوا سفينة البناء والعطاء نحو التقدم والازدهار. ومن هذا المنبر نرفع عزاءنا وثقتنا بالملك سلمان بن عبد العزيز أكبر
وتطلعاتنا نحوه أعظم في قيادة هذه البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة. هذا البلد المملكة العربية السعودية بلد خير منذ نشأة الكون، فأكرمها الله بوجود الحرمين، وأكرمها الله بأسرة مالكة هي أسرة آل سعود. فمن تميز وإبداع وحكمة وإدارة بدأت من المليك الراحل عبد العزيز آل سعود رحمه الله، وتوالى بعده أبناءه الكرام، حتى وصلنا الآن إلى عهد مليكنا الملك سلمان حفظه الله. لا يسعني في الأخير إلا أن أقول بارك الله له في كل أعماله، ورزقه البطانة الصالحة التي تعينه على بذل كل غال ونفيس في هذا البلد المعطاء الكريم. وفي الختام أعزائي المشاهدين، لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل إليكم لحسن متابعتكم واهتمامكم، وتقبلوا تحياتي وتحيات جميع فريق العمل في قناة الأبناء المدرسية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا أخ محمد. شكرا لك يا أخ حسام.